قال الدكتور هاجر المرزاحي رئيس القسم الطبي بوزارة الصحة الإسرائيلية أنه بمراجعة العائدين من أسر حماس وجد أنهم تلقوا مهدئات مثل كولونكس وفيتامينات أخرى ليبدو سعداء، بحسب ما أفادت صحيفة أورشليم بوست الإسرائيلية. اضحك على الخبر الوارد في قناة NBC الأمريكية، والتي أوردت بالأمس أيضا خبرا عن تعرض المحتجزات الإسرائيليات للاغتصاب من قبل جنود القسام. ما تراه خبرا مضحكا وساذجا يراه الأمريكان حقيقة مطلقة. فلماذا؟ جهز لك فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وخلينا نتكلم اليوم عن الدعاية الصهيونية. وقبلها، ولأني تعرضت لحذف أو تقييد محتوى 5 فيديوهات منذ بداية طوفان الأقصى ولأسباب واهية، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات واعمل لايك، وشارك المحتوى مع من تحب، وأيضا شارك المحتوى الداعم لقضية الإنسانية الأولى فلسطين. وعلى ذكر فلسطين، إذا حاب تتبرع للأخوان في غزة، في صندوق الوصف تلاقي روابط الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والهلال الأحمر في كل من الكويت وقطر. هي مؤسسات موثوقة وراح توصل دعمك بأمانة. على الرغم من أن الكيان المحتل قام على سردية المظلومية والمحرقة التي قامت بها النازية، إلا أن سكان تل أبيب يتبنون أهم ركائز النازية، الدعاية. وللصدفة فأن عراب هذه الركيزة وهو يوزف جوبلز ولد في شهر أكتوبر، أيوة شهر أكتوبر، وتحديدا في 29 أكتوبر 1897 في قرية رايدت بولاية رايندلاند في ألمانيا. ونشأ مع أخوته 5 ضمن عائلة ألمانية كاثوليكية محافظة فقيرة. كانت والدته من أصل هولندي، ووالده فريدريك محاسبا، وكان يأمل أن يصبح ابنه كاهنا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لكن جوبلز كان يحلم بالعمل كاتبا أو صحفيا. وأشيع عنه أنه يهودي، لكنه نفى ذلك بنشره كتيبا لشجرة عائلته عام 1932. وتبنى جوبلز 3 محاور للسيطرة على الصحافة، وهي تشديد الرقابة وتملك الحزب أغلبية الصحف الألمانية بشكل مباشر أو غير مباشر، وإشراف الوزارة بشكل مباشر على صحافة وكالة الأنباء. وكان يعقد اجتماعا كل صباح مع مراسلي الصحف الأجانب، ويتحدث إليهم عن الأنباء التي يجب نشرها أو يمنع نشرها وكيفية كتابتها، كما يضع عناوينها. واستخدم جوبلز منصبه الرسمي فأشرف على محتويات الصحف والمجلات والكتب والموسيقى والمسرحيات والأفلام والراديو والفنون الجميلة في البلاد من أجل ترسيخ فلسفة هتلر. وقلد له هتلر منصب مدير الدعاية في الحزب، وكان يرصد مبالغ طائلة للإنفاق على الإعلام. فقال ذات مرة: لو كان عندي $100 لصرفت جلها على الدعاية وأبقيت قليلها للأمور الأخرى. لما تقرأ هذه التصرفات راح تفهم وتربط الأمور بعضها البعض. جوبلز هو صاحب مقولة اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الجميع، وهذا ما تفعله الدولة العبرية عن طريق أذرعتها الإعلامية، والتي كانت فقط موجهة للغرب وبدعم من أيباك. لكن منذ سنوات قليلة بدأنا نرى أشكال أخرى من الدعاية الصهيونية موجهة للوطن العربي. في يناير بثت قناة العربية مسلسلا ينتقد الحياة في ظل إدارة حركة حماس متجاهلا الحصار، وهو مسلسل من مشاريع مركز اتصالات السلام، الأداة الأخرى التي تستخدمها الدعاية الإسرائيلية. توحي أهداف مركز اتصالات السلام بأنها لتعزيز التقارب بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي والتعاون معه لتحقيق التقدم والابتكار، لكن الجهات الممولة للمركز والأشخاص الذين يديرونه منخرطون في سياسات إسرائيل الاستعمارية المعادية لجيرانها. لفت مركز اتصالات السلام إليه الأنظار في سبتمبر 2021، عندما نظم في العراق مؤتمرا بعنوان السلام والاسترداد في أربيل، دعا فيه أكثر من 300 عراقي بينهم شيوخ عشائر إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل في أول نداء من نوعه تشهده البلاد. مؤتمر تبرأت منه حتى حكومة إقليم كردستان العراق وفتحت تحقيقا بشأنه. عمل المركز في أكثر من مناسبة على الترويج لإسرائيل وروايتها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأعمال الفنية مثل أغنية سلام الجيران التي أداها المطرب التونسي نعمان الشعري والمغني الإسرائيلي زئيف حزقيل
عام 2020. يترأس مجلس إدارة مركز اتصالات السلام السفير الأمريكي الأسبق في تل أبيب دينيس روس، وهو مستشار في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ولعب روس دورا رائدا في سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مختلف المناسبات، وقد كان له دور في اتفاقية أوسلو 2 المؤقتة عام 1995 وفي اتفاق الخليل عام 1997، وسهل معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن عام 1994، وعمل بشكل مكثف على محاولة الجمع بين إسرائيل وسوريا. لكن في سؤال مهم، لماذا تحتاج إسرائيل للكذب والدعاية المغرضة؟ خذ لك فنجان قهوة ثاني وتعال أشرح لك. على مدى السنوات 75 الماضية عمل الباحثون العرب والأوروبيون بشكل مكثف على فضح هذه الأكاذيب، ومن منتصف الثمانينات كشف المؤرخون الإسرائيليون أيضا عن افتراءات إسرائيل من خلال أرشيفها الرسمي والعسكري، وهذا يعني الحاجة المستمرة لتجديد هذه الدعاية وتطوير أدواتها. يا جماعة، العالم في نهاية 2023 ليس كمثل الوضع الدولي في منتصف التسعينات على سبيل المثال. أدوات ومنصات التواصل الاجتماعي رغم حظرها وتقييد لها للمحتوى الداعم للحق الفلسطيني أوجدت حالة من سهولة الوصول كانت حكرا على النخب السياسية والثقافية في الغرب. من هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد الفرقة 8200 والموجهة للوطن العربي وإغراق الفضاء الافتراضي بالمحتوى المضلل للحقيقة. الدعاية السلبية الآن تدار عن طريق الإغراق الإلكتروني، ويمكن فهم هذا الموضوع من خلال رؤية ردود ظاهرها دعم لأهل غزة، ولكنها في الحقيقة تقوم بتشتيت انتباه القارئ عن طريق الردود المتكررة بالعربي الفصيح سبام بس على خفيف، يمكن لا تتم ملاحظته ولكنه فعال بما يخص تشتيت التركيز. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ظهرت بعض الفتيات اللاتي كن محتجزات لدى حماس وعدنا إلى إسرائيل قبل أيام قلائل في مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهن في حالة ضحك ومرح، ما يكذب الدعاءات الإسرائيلية بأنهن تعرضن للتعذيب والقسوة خلال فترة الاحتجاز في قطاع غزة. واختارت الفتيات العائدات من غزة الأسبوع الماضي مشاركة بعض اللقطات من حياتهن بعد العودة من الأسر على منصة تيك توك، حيث بدت حياتهن طبيعية وخالية من أي تأثيرات نفسية سلبية. وربما هذا يفسر احتجاج إسرائيل على التطبيق الصيني الشهير والذي شهد ارتفاعا فلكيا في المحتوى الداعم لفلسطين. في يوليو الماضي أصدر مركز رؤية للتنمية السياسية كتابا شاملا بعنوان الدعاية الإسرائيلية قراءة في القوى الناعمة. يهدف الكتاب إلى دراسة الدعاية الإسرائيلية الموجهة إلى الفلسطينيين والعرب وشعوب العالم، فضلا عن دراسة وتحليل الأدوات الإسرائيلية في الدعاية ومضامينها ومعرفة انعكاساتها على المستهدفين. وفي صندوق الوصف راح أحط لكم رابط الدراسة، اقرأه واستفيد. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر انك لم تستطع رفع الظلم عن البشر فلا تكن سيفا في رقاب مقاومي الارهاب والظلم والاعتداءات المكررة. في نفس الوقت اذا عجبتك الحلقة لايك شير واشتراك، واتشرف بكم وبكل داعم لاهلنا في غزة، ولا تنسى تاخذ لفة على صندوق الوصف وتدعو لاهلنا في غزة. اللهم انهم في جوارك الذي لا يضام وحصنك الذي لا يرام. طبتم وطابت فلسطين.